Good morning, grade 4. Our lesson today is about substances and objects. Objects. In this lesson, we will recognize some common examples of substances. نهاية الدرس بدنا نتعرف بدنا نجمع أمثلة عن substances. Substances يعني المواد like iron, حديد, water, المياه, glass, الزجاج. We will define substance. بدنا نعرف شو يعني substance, شو يعني المادة اللي هي a body which have a definite chemical composition, اللي هي جسم عنده chemical composition يعني تركيبة كيميائية محددة definite chemical composition. We will observe some objects. Objects يعني الأشياء. بدنا نشوف بدنا نشاهد نشاهد objects, نشاهد مجموعة أشياء and recognize the kinds of matter in them. وبدنا نتعرف لأنواع الماتر, أنواع المواد يلي مصنوعة منها الأبجكت. Finally, we will distinguish between substances and objects. بدنا نميز بين substances يلي هن المواد والأبجكت يلي هن الأشياء. Look at these pictures. لكن بدنا نشوف الصور. وبعدين في عنا عليهم مجموعة أسئلة بدنا نجاوب عليهم. First question, name the objects in the above pictures. لكن هلأ بدنا نسمي هالأوبجكتس يلي موجودين بهيدي الصورة. عنا أول object شو هي؟ اتفقنا إنه هو كلياتهم objects, كلياتهم أشياء. بدنا نسميه أول object. شو هو أول object؟ عنا bowl, عنا مثل وعاء bowl. ثاني object يلي هي glass containing water, مثل ما عم نشوف هون عنا glass, عنا زجاجة أمينة containing water تحتوي بقلبها water, بقلبها مياه. ثالث object هي عنا chair, كرسي. رابع object عنا table, عنا طاولة. آخر شيء عنا هون iron nails يلي هن مسامير الحديد. Any question? Specify the kind of substances which form each object. عم يقولوا لنا نحدد نوع هالsubstances, نوع المواد يلي مصنوعة منها كل object. Okay, يلي مصنوعة منها كل object موجودين بهيدي الصورة. لكن مثل ما عم نشوف عنا هيدا البول من شو مصنوع؟ مصنوع من substance, مصنوع من مادة يلي هي البلاستيك. اوكي لكن عندنا هون البول مصنوع من سبستنس اللي هي البلاستيك. هون في عندنا glass containing water. من شو مصنوع الجلاس؟ مصنوعة من زجاج, من glass. اوكي ومن كمان containing water, بقلبه water. لكن السبستنس يلي مالفين منها الجلاس containing water عندنا الجلاس and water. هون في عندنا الشير. الشير من شو مصنوعة هيدي الشير؟ مصنوعة من سبستنس يلي هي الود, الخشب. عنا هون كرسي من خشب, لكن الكرسي هي الشير, هي الأوبجكت مصنوعة من سبستنس يلي هو الود. هون عنا هيدي الأوبجكت يلي هي تيبل, الطاولة مصنوعة من سبستنس يلي هي كمان الود. عنا هون الأيرون نيلز, سنير الحديد, مصنوعين من سبستنس يلي هو الأيرون, الحديد. Are these substances the same? عم يقولوا لنا هالsubstances هالمواد كلياتهم هن نفسهم. How do you know? لكن مثل ما شايفين عنا كل هالsubstances, الوود, الايرون, الجلاس, الووتر, البلاستيك, كل هالsubstances هن نفسهم. أكيد الجواب هو نو. كيف عرفنا؟ Because each of these substances has its own properties. لأنه كل واحدة من هالsubstances, البلاستيك, الجلاس, الوود, كل واحدة من هالsubstances عندهم, كل واحدة عندها properties خاصين فيها, كل واحدة عندها خصائص خاصة فيها which are different from the properties of the others. لكن كل واحدة عندها خصائص خاصة فيها مختلفة عن خصائص غيرها من السبستنس. آخر سؤال عم يقولنا mention some of the properties of each substance. حتى نقول لهم شو هن هالproperties, شو هن هالخصائص لكل مادة من هالمواد هالsubstance. مثلا عنا منبلش مثلا الايرون. اوكي
الايرون شو هو خصائص الايرون؟ ايرون از ا ريجيد بودي، الايرون هو جسم ريجيد يعني بيجي قاسي بيجي صلب، وات كانت بي بروكن، مثلا الايرون ما بنقدر نحن نكسره، ما بينكسر الايرون. اما الوود، الوود از ا سوليد بودي، هو جسم صلب، it is less rigid than iron بس هو اقل صلابه من الايرون. اوكي اند كان بي بروكن، وكمان نحن الخشب فيه بينكسر الخشب، نحن فينا نكسر الخشب. اوكي عندنا مثلا البلاستيك، البلاستيك از سوليد بودي، هو كمان جسم صلب وفينا نكسره، it can be broken and changes to based under the action of heat، بس نحن اذا عرضناه للحراره هو ممكن انه يذوب، فهيدي خاصيه من خصائص البلاستيك. الجلاس از ا سوليد، اوكي هو جسم صلب وكمان it can be broken، كمان بينكسر، كمان عنده properties انه transparent، شفاف transparent. الووتر از ا ترانسبيرنت ليكويد، كمان عنده خاصيه الووتر انها ليكويد، انها ماده سائله، هي substance بس ليكويد سائله، لكن كل واحدة من هالسبستنس، كل واحدة من هالمواد عندها خاصية مختلفة عن غيرها. هيك بنكون جاوبنا على الأسئلة. هون في عنا الأنسرز، شو هن الأوبجكت يلي شفناهم بقلب الصورة، شفنا التشير الكرسي، من شو مألف الأوبجكت، من شو مصنوعة، من سبستنس، هيك مصنوعة من المادة يلي هي الوود خشب، عندنا البول وعاء مصنوع من البلاستيك، عندنا الايرون نيلز مصنوع من الايرون حديد، عندنا الجلاس كونتينينج ووتر مصنوع من الجلاس بقلب ووتر، لكن في عندنا سبستانسز هن جلاس اند ووتر، وعندنا التيبل مصنوعه من الوود اللي هو السبستانس. كونكلوجن، شو بنستنتج لكن نحن من هالرسمات يلي شفناهم، من هال من هال الأوبجكت يلي شفناه هون وتعرفنا عليهم، تعرفنا على السبستنس، شو بنستنتج؟ An object may be made or made up of one or more substances، لكن نحن تعرفنا إنه كنا نستنتج إنه الأوبجكت الشيء بيتألف من one or more substances، ممكن إنه يتألف من مادة واحدة or more substances أو عدة مواد. Many objects can be made from the same substance، كمان مثل ما شفنا انه عدة اشياء ممكن تتألف من نفس السبستنس، من نفس المادة، مثل ما عم نشوف هون، شفنا من قبل مثلا عنا many objects يلي هن عنا التيبل والتشير، ما هيك هن مختلفين عن بعضهم، هن different objects، هن اشياء مختلفين عن بعضهم بس بيتألفوا can be made up from the same substance، بتتألف من نفس المادة، من نفس السبستنس يلي هي الوود، يلي هي الخشب. Every substance has a definite chemical composition، لكن تعرفنا على انه كل substance، كل مادة من هالمواد عندها definite chemical composition، عندها تركيبة كيميائية محددة، وتعرفنا على properties، على الخصائص موجودة عند كل مادة، وانها كمان which make it different from other substances، خصائص اللي هي كمان بتخليها مختلفة عن باقي المواد، عن باقي المواد other substances. And thank you.